السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. الواحد يعني قلبه كده مقبوض وحزين، أكيد كلنا، على طبعا إخواتنا وإخواتنا الشهداء والمصابين في كارثة الزلزال. ربنا يهون على كل المصابين وينجي المفقودين لتحت الهدم ويعين فرق الإنقاذ على مهمتها الصعبة. هدم، بارد، تلج، بجد حاجة صعبة. أسر كاملة نامت، صحيت لقت منها اللي مفقود أو ما لقيتش نفسها أصلا، ممكن لقيت البيت مش موجود، بقوا مشردين، مأساة إنسانية بالمعنى الحرفي للكلمة. لازم نراجع نفسنا، لازم نتأمل كويس اللي بيحصل حوالينا. احنا طبعا هنتكلم النهاردة مع الشيخ أحمد عن الزلزال وحكمة ربنا منه، ايه المطلوب مننا. أهلا بك يا شيخ أحمد. الله يحفظك يا رب ويكرمك ويسترك يا رب. برحب طبعا بالشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر. الله يحفظك يا رب. تعالى ندعي ليهم ولينا ولكل الناس محتاجين الدعاء جدا جدا، أهم حاجة في الفترة دي، وبعد كده نبدأ حلقتنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا ريبة في عدلك ولا ظنة في حكمك. تدارك ربنا برحماتك ولطفك إخواننا تدارك برحماتك ولطفك ربنا إخواننا. اللهم جز بهم هذه المحنة وهم في عافية وإيمان. اللهم جز بهم هذه المحنة وهم في عافية وإيمان. اشف مصابهم، ارحم ميتهم، واربط على قلوبهم برباط الرضا واليقين. اللهم ربنا لطفك بمن لا ملجأ ولا مأوى لهم. اللهم يا ربنا لطفك بمن لا ملجأ ولا مأوى لهم. اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم أغثهم يا كريم يا غياث المستغيثين. اللهم اجبرهم جبرا يتعجب منه أهل السماء والأرض يا مغيث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين. واحفظنا واحفظ بلادنا وأهلنا من كل سوء وشر ومن فواجع الأقدار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصل وسلم بارك عليك يا حبيبي رسول الله، ربنا يتقبل يا رب يا رب. طيب شيخ أحمد، عايزين نبدأ حلقتنا ويعني جه في بال كتير مننا أكيد، طب يعني إيه الحكمة من الزلزال أو الكوارث الطبيعية اللي ممكن تحصل للإنسان؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. هو لا شك إن في، أنا آسف في اللفظ، يعني كلام كتير في مسألة الزلزال. هل ده غضب من ربنا ولا مش غضب من ربنا؟ هل هو رحمة ولا مش رحمة؟ هل هي دي كوارث طبيعية؟ فبالتالي ليس لله يعني حكمة في المسألة. يعني أحيانا بعض الناس بتدخلها في النطاق ده للأسف الشديد، للأسف
بعض المشايخ وبعض الدعاء ممكن يتكلم في حاجة زي كده للأسف الشديد، مع أني لما نيجي نشوف يا أستاذ دعاء منذ تاريخ هذا تاريخ الإسلام نجد أن أول زلزال حصل في الإسلام كان سنة 5 هجرية في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي وجود الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وربما كانت الزلزال ده اللي حصل أو الزلزال دي ربما كانت هزة خفيفة، هي لم يعني تحدثنا المصادر كانت طبيعتها إيه وكنها إيه وشكلها إيه وإيه اللي حصل فيها، لكن سيدنا النبي طلع صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يستعتبكم فاعتبوه، يعني إيه؟ يطلب منكم العتب، يعني يطلب منكم التوبة، يطلب منكم المغفرة، استغفار، يطلب منكم الاستغفار، يعني استغفروا وارجعوا وتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والكلام ده سنة 20 هجرية حصل زلزلة شديدة في عهد عمر، وعمر هو لآل ونضرر. عمر بن الخطاب إذا ذكر ذكر العدل رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. في زمن عمر وفي مدينة الرسول وفي وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث زلزلة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام ده حنلاقيه في أكثر من مصدر، منها المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، إن عمر بن الخطاب قال أيها الناس إن هذه الرجفة لا تكون إلا لأمر أحدثته أو أحدثتموه. في مصيبة احنا عملناها، الزلزلة دي ما تكونش كده، إن عمر رضي الله عنه فهم قول ربنا وما نرسل بالآيات إلا تخويف، إذن في مشكلة حصلت. فقال إلا لأمر أحدثته أو أحدثتموه والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. شوف سيدنا عمر ينأى بنفسه يقول لو عادت يبقى في معصية في الأرض، في مشكلة، وأنا لا أساكنكم في المدينة. وفي طبقات السبك قال عمر رضي الله تبارك تعالى عنه لما حصلت الرجفة، إذ بعمر رضي الله عنه يصعد على المنبر فخطب في الناس ثم مسك بدرته فضرب الأرض. عمر يضرب بالدرة العصا اللي معاه، ضرب الأرض وقال أقري والله ما قمت فيك إلا بالعدل. فسكنت الأرض، سكنت الأرض. وروى ابن أبي الدنيا أن أنس رضي الله عنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال دخلت عليها ومعي رجل، فسألها عن الزلزلة، فعائشة رضي الله تبارك تعالى عنها لما تكلمت لما بيقوله هو ده عقاب من ربنا، قالت موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا للكافرين. يعني دي بيكون موعظة ورحمة لمين؟ للمؤمن. خلي بالك هي في ظاهرها العذاب، لكن إيه ذنب الأطفال اللي ماتوا مثلا؟ صح؟ ما ذنب الرجل الذي كان يصلي فمات هو يصلي مثلا وكان يقيم الليل؟ دي لا يعلم حكمة ربنا سبحانه وتعالى إلا هو. فهي عائشة رضي الله عنها قالت سلموا لله تبارك تعالى، سلموا الأمر لله عز وجل، ودي موعظة ورحمة لمن؟ للمؤمنين. يكفي أن من مات تحت هذه الأنقاض هو شهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحب الهدم شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكعب الأحبار قال إن هذه الأرض لا ترجف إلا إذا عصي الله عز وجل، عمل فيها بالمعصية. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه خامس الخلفاء الراشدين كما حكى ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح، سماه خامس الخلفاء الراشدين، قال على سيدنا عمر بن عبد العزيز لما رجفت الأرض قال أيها الناس إن الأرض لا ترجف إلا لحدث أحدثتموه، في أمر مصيبة إحنا عملناها فاعملوا إيه؟ قال فاخرجوا وتصدقوا لله رب العالمين واذكروا الله. ثم كتب إلى أهل الأمصار، كتب إلى الولاة وكتب إلى الحكام والناس، قال لهم اخرجوا في يوم كذا في شهر كذا في ساعة كذا وتصدقوا بما عندكم وقولوا، يعني لأن الله عز وجل قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال يونس صاحب الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا أختم في 10 ثواني، بعض أهل العلم قالوا إذا استمرت زي ما حصل الهزات المتتابعة دي، الحنابلة مثلا قالوا يقوم الإنسان فيصلي، يصلي
وابن عباس سماها صلاة الآيات. طب الصلاة ازاي؟ اما ركعتين عاديين خالص كده ويفزع الى الصلاة ويستغفر ربه، واما قالوا لا ده هو بيصلي زي صلاة الكسوف، زي صلاة الايه؟ الكسوف، كل ركعة فيها ركوعين زي صلاة الكسوف بالظبط، ويستغفر ربه ويتصدق إلى الله عز وجل. فحري بنا أن نتوب وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا يا رب العالمين. آمين يا رب. كله بقى يصلي وكله يدعي وكله يستغفر، وأهم حاجة أن احنا نشوف كده الرسالة وآيات ربنا ونقراها ونفهمها ونعمل بقى، نعمل اللي علينا. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. ونبدأ ناخد التليفونات اللي مستنيانا. نبدأ بفاطمة، أهلا وسهلا فاطمة. معايا؟ نعم اتفضلي يا حبيبتي سؤالك. حضرتك عمرك كنت متجوزة حضرتك قبل كده؟ ماشي علي صوتك. كنت متجوزة حضرتك قبل كده؟ ماشي. وبيجي لي عرسان بس انا برفض، وانا مخنوقة اتنين زقانة وبعيط على طول. عندك كام سنة؟ عندي 35. اتجوزتي واتطلقتي وما خلفتيش؟ لا ما خلفتش. لا طيب، لكن انت العرسان اللي بيقولك انت اللي بترفضيهم؟ اه بيجيلي بس انا برفض. اه انا اللي برفض. مش مناسبين يعني ليكي؟ ايوه. طيب وانت بقى مخنوقه من ايه اللي مضايقك؟ عرفت بقى تاني مخنوقه، ما اعرفش تاني مخنوقه ومتضايقه وبعير على طول. بتصلي؟ بصلي اه الحمد لله. انت عايشه مع اهلك يعني؟ ايوه. مثلا هم بيضايقوكي، انت متضايقه من قاعده معاهم؟ لا لا ما حدش، لا ما حدش بيقول لي حاجه يعني. بتفكر في امر الجواز؟ انا من ساعه ما طلعت كده وانا ثاني بقى مخنوقه وزهقانه وكده. طيب ثاني على طول بعيط على طول. ليه اتطلقتي؟ ليه اتطلقتي ليه يا فاطمه؟ كنت متجوزه وكنتش يعني ايه مش مرتاحه وياي بصراحه. طب ومشكله الخلف دي كانت من مين؟ هم غلبوني وكده. الخلف ده كانت التاخير يعني او انه لا انا كنت خلفت عيله وماتت. ماتت على طول. الله يرحمه. ماشي يا حبيبتي، ربنا يسترها يا رب ويحفظها ويكرمها يا رب العالمين. انت قلت لها انت بتصلي، لكن هو في النهايه وقالت اه، فحد يقول طيب ايه بعد بقى الصلاه؟ ما خلاص ما هي بتصلي. فنقول لا، هي لم تحسن صلاتها، لانها اذا احسنت صلاتها ما اصابها هذا الحزن الشديد اللي هي موجود عندها. هو الاصل الانسان يصيبه الحزن، فإذا أراد أن يخفف عنه الحزن ده ويشيل الحزن ده يعمل إيه يا أستاذة دعاء؟ يقوم إلى الصلاة، يلجأ لربنا. طب يلجأ إلى ربنا، طب أنا رحت صليت، ما معنى الصلاة؟ الصلاة هي إيه؟ الصلاة يا أستاذة دعاء من أركانها قضية الطمأنينة والخشوع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر وإيه؟ والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين. من هم دول؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، إذا اشتد به الأمر، اهتم صلى الله عليه وسلم، أصابه هم وغم، قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا طب ما أنا بصلي، إذن يبقى فتش في أمر الصلاة، لأنك لا تحسن الصلاة. يعني إيه لا أحسن الصلاة؟ يعني أنت لا تخشع في صلاتك، لا تطمئن في صلاتك، تسجد طويلا لله رب العالمين، تحدث ربك بما في نفسك، تقول له يا رب أغثني. وكان العلماء رضي الله عنهم كان إذا أصابهم شيء من ذلك قاموا أيضا إلى الصلاة. وبعدين عندي الصلاة دي فيها إيه؟ هي قراءة القرآن، وهذا هو أعظم الذكر، وفيها دعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. فالإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى أن يرفع عنه الهم والغم. الأمر الآخر أن الله جل وعلا قال ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. فالإنسان يذكر ربه وحتى يطمئن إيه؟ حتى يطمئن القلب. نعم. معانا دعاء، اهلا وسهلا. دعاء معانا؟ ازيك يا استاذ دعاء؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. احنا من متابعينك. ايوه انت اسمك دعاء، لازم تتابعيني. ازيك يا فضيلتي الشيخ؟ الحمد لله في نعمه والله، ربنا يحفظك. الحمد لله، صلوا بنا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم صل وسلم. معايا والدتي بتروح مقابر وكده، ففي ناس بيدوها عيش ويدوها حاجات فبتديني منهم. هل ده حلال ولا حرام الاكل الحاجه دي؟ وانا فمس الحاجه الحاجه دي. حاضر يا فندم، حاضر. دي الحاجات دي بتتوزع رحمه كده يعني. ايوه اتفضلي.
السؤال الثاني، معايا ابني عنده 18 سنة، على طول يسيب الدين، على طول استغفر الله العظيم يشخر، ومش عارفة اتعامل معاه، ايوه وبعيد عن ربنا خالص، ما بيصليش. ماشي. انت بقى ومن هو صغير كنت عودتيه على الصلاة او عرفتيه عودته على بربنا الصلاة، وكده؟ كان بيتهرب، كان ما يرضاش يصلي. ماشي يا حبيبتي، يعني موضوع أصل الصلاة والتربية على الدين وحب ربنا وكده لازم يجي من الأطفال الصغيرين، ولازم نعمل معاهم كل المجهود وكل الطرق علشان خاطر لما أنا ليا بيوصلوا تعقيب، لسن معين ما نقدرش إن احنا إيه نسيطر عليهم أنا خالص. ليا تعقيب بس أستاذة دعاء. الناس اللي بتتصل، هي تتصل وفي يعني ملايين من المشاهدين بيشاهدوا البرنامج دلوقتي، والأصل إن الألفاظ اللي إحنا نخلي بالنا من الألفاظ اللي إحنا بنقولها، لأن القرآن حتى كان يكني. يعني شوف القرآن الكريم ما كان يقول اللفظ الصريح، لكن يقول لفظا يفهمه السامع. فأتوا حرثكم أنى شئتم، إيه ده بقى؟ المعنى واضح، المعنى واضح. فأنا أرجو بس من الإخوة المتصلين يحافظوا على قضية الألفاظ، مهم جدا في قضية الألفاظ. الحاجة التانية اللي هو الناس اللي بتوزع على المقابر، ناس بتوزع من باب الرحمة والصدقة وما إلى ذلك، فيجوز لك أن تأكلي منها، ما فيش مشكلة فيها. الأمر التاني هو قضية ابني، وإحنا كنا بنعوده على الصلاة، لا هي برضو مش قضية صلاة بس، يعني الصلاة كيف كان يصلي، كيف علمتموه على مسألة الصلاة، هل علمتموه على أنه هو يصلي فهو واقف أمام ربه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله يراه، وهو يسجد بين يدي الله تبارك وتعالى، لماذا هذا السجود؟ علمتوه المعاني دي، لأن المعاني دي بتكسب الإنسان معاني كثيرة جدا من معاني الإيمان. فالإنسان اللي هو بيبدأ يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبالتالي ببدأ أربط الطفل على المعاني الإيمانية دي. مش قضية تقوم صلي فخابط الركعتين وجه، يا فرحتي مش نافعة. هي إيه القضية دي؟ مش نافعة، مش قصدي لا مش نافعة إن الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة، لا، يعني المسألة مش نافعة بمعنى أنها يعني لم تفعل المفعول الرئيس. إيه بقى المفعول بقى؟ اللي هو إيه؟ إن هو يثبت الإيمان في قلب الإيه؟ في قلب العبد. قضية سب الدين، قضية الأفعال اللي دي كلها، كل ده لا يجوز شرعا، يعني كل ده لا يجوز شرعا، كل ده ليس، واللفظ اللي انت حضرتك قلتيه والفعل اللي هو يفعله، هذا اصلا ليس من الايمان، هذا سوء ادب وهذا سوء خلق. فيجب عليكم انتوا كاب وام، لانكم برضه انتوا مسؤولين عنه، انتوا مسؤولين، فتعلموه صح وتقولوا ان ده غلط، وان ده لا يجوز شرعا، وان في الله، ويا ابني ما ينفعش اللي انت تعمل كده، ومن اعتدى على شيء اعتدى عليه، وهتفضل كده اولادك هيطلعوا زيك، وان المجتمع هيلفظك لفظا. فنعلم أولادنا المعاني دي عشان نبدأ، يعني كما يعني القرآن بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. يعني قوا أنفسكم؟ يعني علموهم وأدبوهم الخير. ليه؟ لأنك مسؤول عن ابنك، ماذا أدبت وماذا علمت. مش بقى صلي بقى وخلاص، لا، أدبته إيه؟ هي دي قضية مهمة جدا. أنت أدبته إزاي؟ ربيته على المعاني، إيه المعاني اللي أنت ربيته عليها؟ إحنا بنربي أولادنا على إيه؟ كل كل اشرب اشرب، قوم صلي خبط ركعتين وخلصت، راح المدرسه جه من المدرسه، راح الدرس جه ده، اين المعاني الايمانيه؟ بنضحك على بعض، يبقى دي مش تربيه. احنا معانا تليفون، استاذ طارق اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ دعاء، ازي عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. اولا انا بشكر حضرتك شكر خاص على البرنامج المحترم، وشكر خاص لحضرتك على الاسلوب والاحترام اللي بنتعلمه منك فعلا. ربنا يكرمك، متشكره جدا. اه والله. النقطة الثانية، كان في سؤال للشيخ أحمد، تحياتي له طبعا، مع احترامي الشديد له. الله يحفظك. أنا كان عندي مبلغ أوريدي بلغ النصاب الحمد لله، ودخل دخلته في الوديعة اللي هي ب 25%، مش هيطلع إلا بعد سنة. الإيه؟ فهل كان عنده مبلغ، المبلغ ده كان عدى عليه سنة؟ لا لا، ده هو بلغ النصاب بس حطيته وديعة في البنك اللي هي ب 25%، لكن ما كانش عدى عليه سنة أصلا. لا لسه ما عداش عليه سنه، لسه ما عداش عليه سنه، معاه فلوس بلغت النصاب بس لسه ما كانش عدى عليه سنه. تمام، كويس. حطه في وديعه، وبعدين الوديعه دي لسه قدامها سنه بالظبط كده، هتطلع لسه سنه ان شاء الله في شهر واحد ان شاء الله. هل في المفترض حضرتك الزكاه بتطلع ازاي في الوضع ده؟
حاضر يا فندم حاضر. انا بس استاذنا الشيخ احمد طبعا بنتغز من الناس اللي احنا بنحبها في الله، وكنا عايزين نفهم بس موضوع الوديعه مدى حرمانيته من الحلال برايه هو، الحته دي تهمني انا يعني ليطمئن قلبي برضه يعني. حاضر يا فندم حاضر يعني دي بقى جزاك الله عنا الف خير يعني. شكرا لك الله يحفظك يا فندم ربنا يحفظك. يعني اولا يعني احنا عندنا شرطين، الشرط الاولاني ان الوديعه تكون بلغت النصاب وحال عليها الحول اللي هو السنه الهجريه اللي بتاع ده الزكاه، فلوس الزكاه. اه اه ما هي الوديعه دي بلغت نصاب خلاص مال فلوس صح. هي كانت الاول فلوس سايبه معاه وحطها وديعه بلغت نصاب، هي نصاب هي نصاب صح. ولازم يعد عليها حول، ده الشرط الثاني يعني خلاص هي بلغت نصاب دلوقتي مثلا في واحد شعبان واحد رجب مثلا، فيعد عليها سنه خلاص اخر شهر جماد الاخره اشوف بقى هي لسه النصاب زي ما هو، هل قل هل زاد، وبعدين ابدا اعمل ايه، اطلع النصاب كام 2.5. طب انا معيش سيوله، معيش سيوله في ايدي فعلا، ومعيش اللي انا اقدر اطلع الزكاه دلوقتي، ومش قادر، ولو فكيت الوديعه دي هخسر، طب هعمل ايه؟ ينتظر لغايه لما يبقى ده دين في رقبته، وبعد كده يخرجها كما امره الله رب العالمين. يعني دي مهمه جدا. السؤال الثاني ايه؟ كان عن الودائع يعني بصفه عامه، مالها ان هي حلال يعني. يعني انت رايك ايه الشخصي؟ والله يا اخي الكريم يعني انا ما اتدين الى الله به، ودي حقيقه، لاني وجلست كثيرا من مشايخي وعلمائي واساتذتي في المساله دي، وما اتدين الى الله عز وجل ان فلوسنا دي لا يدخل فيها قضيه الربا اصلا. فلوسنا دي لا يدخل فيها قضيه الايه، فيها قضيه الربا. فهي قضية بقى عشان نيجي نقول انت لك الحق، والله اللي شايف انها حرام ما يعملهاش خلاص، هو ده رأيه. اللي شايف انها حلال له أدلة في المسألة دي، وفي أدلة كثيرة في هذه القضية، لكن انا في النهاية عندنا دار زي دار الإفتاء المصرية، وعندنا الأزهر الشريف، وانا اتمنى وارجو اني مجمع البحوث الإسلامية يعني يعلن ويعقد مؤتمرا في القضية دي، ويبدأ يناقش هذه القضية، وبعدين يحط الفتوى النهائيه اللي احنا كلنا هنمشي وراه في هذه القضيه. نعم. احنا دلوقتي لسه عندنا فصل وهنكمل حلقه، لكن في تقرير هسيبكم معاه مشاهدينا. ومؤسسه مصر بلا مرض اقامت حفلها السنوي بمناسبه مرور 5 أعوام على انطلاقها تحت شعار مع بعض الحلم مش بعيد، بحضور عدد من الشخصيات العامه والوزراء. تعالوا نشوف التقرير. عندنا حلم كبير ان احنا في كل مركز يبقى عندنا عيادة متخصصة، وفي كل محافظة يبقى عندنا مركز غسيل كلى، حضانة اطفال، مركز علاج نفسي، عمليات ورعاية مركزة، علشان تخدم الكل بمجان او بقيمة صغيرة وكمان بجودة عالية. احنا هدفنا الاساسي مش بس ان احنا نعالج الناس، لكن هدفنا الاساسي ان احنا نعالجهم بجودة عالية وبكرامة. والنهاردة انا سعيد بمشاركتي في الايفنت بتاع مصر بلا مرض، لان هي مؤسسة مختلفة بنشوفها من 3 زوايا. اول حاجة ان هي مؤسسة سريعة الحركة والتنفيذ على ارض الواقع بكل المشاريع والمبادرات اللي شرحوها النهاردة واللي شفناها على مدار ال5 سنين. رقم 2 كمان المؤسسة بتاعت مصر بلا مرض مختلفة كمان في رؤيتهم للاستدامة، مش بنعمل مجرد بس مشاريع على الأرض سريعا، ولكن في خطة مستقبلية ودايما مخططين لقدام ودايما في رؤية. وكمان النهاردة سعداء جدا ان احنا بنعرف وبنسمع ان مؤسسة مصر بلا مرض حتى كمان ليها خدمات طبية، واخدت على عاتقها خدمات خارج مصر كمان، وبتتواجد في القارة الأفريقية، وبتاخد يعني مسؤولية مصر تجاه القارة الأفريقية لأول مشروع في جنوب السودان، وده 3 حاجات مختلفين عن أي مؤسسة شفناها في نفس المجال ونفس العمل. بدأناها الأول بعيادات، عندنا عيادات ثابتة وعيادات متنقلة. العيادات الثابتة عندنا 3 عيادات دلوقتي، واحدة في شبرا الخيمة، واحدة في الدقي، واحدة في نجا حمادي. العيادات دي فيها كل التخصصات وفيها دكاترة على أعلى مستوى، وبتخدم كل الناس وبالذات الناس اللي محتاجين للخدمة، اللي هم بنسميهم الناس ذوي الاحتياج الخاص يعني.
احنا سعداء بهذه المؤسسة، لان هذه المؤسسة بتمثل مسؤولية مجتمعية واضحة، بتحاول بقدر الامكان ان هي تساعد الاطباء المصريين في الخارج على ان هم يدفعوا دينهم للوطن او ما يعتقدون انه دين للوطن، اخذا في الاعتبار ان الكثير من هؤلاء الاطباء درسوا في مصر، ودرسوا في مصر معظمهم درسوا في مصر، يعني التعليم في مصر معظمهم مجاني، انما هذه المسؤوليه التي لديهم بتؤكد على ان المصري في اي مكان كان هو مصري قلبا وقالبا بغض النظر عن بعده عن الوطن الام. طبعا بيسعدني وشرفني ان انا اكون موجود هنا النهارده. احنا وزاره الشباب والرياضه بنتعامل مع كل قطاعات المجتمع المختلفه طبعا خدمه يعني كل فئات المجتمع، سيما الشباب في القطاع الشبابي، ويعني رؤيتنا الرياضية حتى ربطها بالصحة. من ضمن هذه التعاملات واستراتيجيتنا جزء منها التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني علشان نقدر نوصل الرسالة بتاعتنا بشكل يعني منسق وكبير. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وإحنا محتاجين بمناسبة كلامنا عن الزلزال وعن إخواتنا المصابين والمشردين إننا نعلي إحساسنا كده بالغير. الدنيا ما ينفعش فيها مبدأ نفسي، لأن الهموم طايلة الكل والدنيا دوارة، يوم ليك ويوم عليك زي ما بنقول كده. أنت النهاردة غني مقتدر معاك فلوس، بكرة ما تعرفش في إيه. الناس اللي كانت نايمة وعندها راس مال شقق بملايين لحظة بقت في الأرض، والفقير ممكن بكرة ربنا يوسع عليه ويبقى هو اللي غني. فما فيش قدامنا غير التكافل وإنه نحس ببعض. تعالوا نشوف أول تقرير خير ونرجع نعلق عليه. نفسي يبقى عندي بيت زي ولادي، وحتى عيالي برضه نفسهم يبقى عندهم بيت. نفسي انا وعيالي يبقى لنا مطرح نستقر بيه. ناس كتير عندها قناعه اني عشان اعمل خير او اطلع صدقه لازم يكون معايا فلوس، وفلوس كتير كمان، رغم ان العكس هو الصحيح. عشان ربنا عز وجل يرزقني ويوسع لي في رزقي انا محتاج اطلع صدقه. ربنا عز وجل بيقول لنا في القران الكريم: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مشوار خير جديد بنبداه مع مؤسسه فذكر، توكلنا على الله. انا اسمي مرزوقه ومعايا 3 عيال، عيله مجوزاهم ومعايا جوز عيال في المدرسه، عيل في سنه 5 وعيله في سنه 3، وقاعدة مع أخويا عشان أنا ما عنديش بيت، بس أنا عندي حتة أرض أهل الخارج يتلموا من بعضهم وجابهالي وعايزاكم تبنهالي. ده ظروفك عاملة زي حاجة يعني؟ بس يعني أنا مثلا بقبض 320 جنيه وربنا هو المستعان وهو بيقضيه. بس طب قولي لي كده، ظروفكم عاملة إزاي؟ بتاكلوا وتشربوا منين؟ العيال بتصرف عليهم منين؟ يعني بحاول إن أنا مثلا ربنا يسهلها من هنا ومن هنا وربنا بيقضيها. اجيب شط حاجات، شط كده بس. طيب انت بقى، طب ما الناس ممكن تقولي حاجه، ما انت كده قاعده مع اخوك وخلاص، عايزه تنقلي ليه؟ نفسي يبقى عندي بيت زي ولادي، وحتى عيالي برضه نفسهم يبقى عندهم بيت مستقر بيهم. وانت لو دخلت جوه شفت المطرح اللي احنا عايشين فيه، ما ينفعش اصلا. وجوز اسر قاعدين، هو معاه 5 عيال وانا معاه جوز عيال غير هو ومراته. بس الظروف مش سامحه ان انتوا قاعدين مع بعض. لا. طب قولي لي الارض دي قد ايه، والناس ادوها لكم ازاي؟ الناس ادونا نص ايراد. واهل الخير بقى ربنا يكرمنا، وعايزين اهل الخير يبنوهن عشان نفسي انا وعيالي يبقى لنا مطرح مستقر بينا. عشان برضو انا معايا بنات وصبيان، واخويا برضو معاه بنات وصبيان وكبار. Thank you.
عايزة أكد عليكم مرة تانية مشاهدين أن أرقام التليفون اللي بتنزل على الشاشة خلال فقرة الخير دي أرقام تليفون مؤسسة فذكر علشان اللي حابب أنه هو يتواصل معهم. برحب بيك مرة تانية يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب ستر لنا جميعا يا رب. كويس أنت بتقولي إحنا بنتكلم عن الزلزال الناس تفوق يعني. طبعا ما هي إحنا دايما بنقول إيه إن دي رسائل من عند ربنا لازم نقراها لازم نقراها ونعمل بقى اللي المفروض نعمله زي ما احنا اتكلمنا مع حضرتك في الفقرة الأولى ان احنا لازم نستغفر لازم نتوب لازم نعمل سيدنا عمر بن عبد العزيز لما نعمل كل نصلي. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما حدثت الزلزلة في عهده أمر الناس بالتصدق. أيوة يعني هي بالذكر وهو ففزعوا إلى الصلاة. انت عارفة قضية الفزع اللي هو لأن هي في النهاية ايه الأرض. العلماء بيقولوا كلمة مهمة جدا بيقولوا لما الأرض بتتزلزل سبحان من حرك هذه الأرض. سبحان الله صح. فهو قادر على أن يحرك من عليها في لحظة من اللحظات. شوف انت قلت ايه قلت الإنسان يبقى قاعد في كنت بكلم مع بيتي فبقول لهم سبحان الله شوفوا الدنيا وبجيب لهم الأحداث دي بقول لهم شوفوا في لحظة من اللحظات الدنيا راحت في لحظة. يبقى الإنسان يجمع ويفعل 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 في لحظة كل حاجة تنهار وكل دي بحكمة الله. يعني سبحان الله لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. دي قضية مفروغ منها تماما. يعني يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر ملناش علاقة بالمسألة بقى. هي نحن نؤمن بحكمة ربنا وقضاء الله وقدره لكن لما يكون في المنطقة حاجة زي كده فماذا أفعل؟ أعمل إيه؟ قال والله لا دي حاجات طبيعية وملكوش علاقة ولا دخل للإيمان بها ولا دخل للعمل الصالح ولا سواء كفر وإيمان. ده كلام غلط ده كلام غلط. إذا كان سيدنا النبي قال كده أنا هرد بقى على رسول الله أمره إن الله يستعتبكم فاعتبوه. يعني يطلب منكم العتب استغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. طب خلاص هي موعظة ورحمة للمؤمنين. لو أنت مؤمن وحاس نفسك بالإيمان الكامل خليك في حالك خلاص زيد بقى يا عم في الإيمان إيه المانع يعني. لكن لما تتحرك هذه الأرض بهذه الصورة ألا تخشى؟ ألا تخاف؟ ألا تخاف؟ والله أنا بسمع حد والله يتكلم في يعني سبحان الله بيقول والله عندنا كأنه يوم القيامة. بيقول إحنا كأنه يوم القيامة. أنت متخيلة؟ يبقى واقف كده في أحدهم يقول في لحظة انهيار منزل سبحان الله بيقول وأنا واقف يسمع أصوات الناس ولا يستطيع أن يفعل لهم شيء. هو مش عارف يعمل إيه فيبكي الرجل يقول نجاني الله. طب دول مين هينجيه؟ طب نحاول ينجيهم ربنا بلطفه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. طبعا هي كارثة إنسانية بكل المقاييس. يبقى أنا ما علي صعبة الواحد مش عارف مخه يستوعبها صح. وإحنا دايما نقول كده يا جماعة حاولوا بقى لإني صنائع المعروف تقي مصارع السوء والأفات والهلكات. يا عم يا اللي ما بتصليش لسه ما بتصليش. طب يا اللي بتصلي لسه لا تخشع في صلاتك يعني لا تطمئن اصلا في صلاتك ولا تنقرها نقر الديك. انت لسه تسرق في قضية الصلاة. يا عم يا اللي عمال تحتال على قضية الزكاة ما زلت الان لسه برضو هتحتال على مسائل الزكاة. ينفع حطها هنا؟ طب واختي وبنتي؟ طب ادي النص هنا قبل حلول الحول عشان نضحك. بتضحكوا على مين؟ على رب العالمين. واللي بياكلوا الاموال الناس ان الذين ياكلون واموال اليتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا اللي بتاكل حقوق العباد هتعمل ايه في لحظه الموت ياتي بغته ولن ينفعك من عملك الا ما قدمت. هتقول له ربنا ايه؟ هي دي القضيه يا عم. يا اللي عمال تاكل حقوق اخيك يا اللي لسه بتاكل حقوق اموال الناس بالباطل فماذا تقدم؟ ماذا قدمت لنفسك؟ هتعمل ايه في لحظة من اللحظات؟ ربما خلاص العمر ينتهي. انت مش ضامن عمرك. انت مش عارف العمر هينتهي امتى. فماذا انت يعني سبحان الله مقدم لنفسك واخرتك؟ هتقول له ربنا ارجعون. انت لسه الدنيا لهياك. يعني لسه الدنيا عمالة بتلهيك. وانت عايش في الدنيا في هذا الغي. انت لسه عايش في ده. فماذا تقدم لنفسك إذن؟ يعني هتقدم لنفسك إمتى بقى طيب؟ يعني لا يصلي الإنسان ولا يستغفر ربه ولا يقدم عملا صالحا. طيب وبعدين؟ هيجي بقى زي قال ربي ارجعون
ما هو رب العالمين قال كده، قال وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ إلا تخويفا، يخوف الله رب العالمين بها عباده من يشاء من عباده. طيب فماذا أنت فاعل؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لو أنت مكان هؤلاء هتيجي تقول إيه؟ يا رب أستغفرك وأتوب إليه، تهرع إلى الله عز وجل بكل عمل صالح وصادق. طبعا لما تشوف التوابع يا أستاذة دعاء، وأنا بسمع يقول لك أكتر من 300 هزة إلى الآن، حاجة صعبة جدا، صعبة جدا جدا، أنت متخيلة؟ فالإنسان إيه؟ هو مش عارف، هو في لحظة من اللحظات، في لحظة من اللحظات، في أي هزة من الهزات ممكن خلاص انقضى عمره. فماذا أنا أعمل إيه بقى دلوقتي؟ كأنني الآن عدت إلى هذه الحياة، فهعمل إيه؟ أتصدق إلى الله. ما هو عمر بن عبد العزيز قال كده، قال تصدقوا. ليه تصدقوا؟ لأن الصدقة يا أستاذة دعاء هي التي، شوفي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وانا بتعجب والله من الناس اللي يقول لك عادي ويضحكون ويقرقرون ومش عارف ايه ايه. يا اخوانا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول كده، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يقول للناس كده. ويا اخوانا قوموا كل واحد يتكلم، ربنا ظلمنا انفسنا، احنا غلطانين يا رب، احنا اسفين يا رب، وغلطنا في حقك وفي حق عبادك. وكل واحد يلحق يشوف في الظالم مين، مين الناس، مين الناس. عارفة يوم القيامة لما الناس تجوز على الصراط في من قنطرة كده اسمها قنطرة العباد، يقول له تعالى اقف بقى هنا شوية، فلان وفلان 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 اكلت حقه، انت فين بقى من ده؟ واحنا عندنا سبحان الله، او اكلت اموال اليتامى، او سرقت اموال هؤلاء، طب انت اقف بقى، طب يا رب اغفر لي، هو يعني خلاص بقى ده العبد. طب وهناك خد حقك، مفيش حق، مفيش حق، امال هو ايه الحق؟ حسنات وسيئات. طب ما فيش، انزل الصراط يا أستاذة دعاء مضروب على متن جهنم. طب هينجينا ايه؟ ان احنا نشوف بقى، نتصدق، نتوب الى الله عز وجل، نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. الصدقة يا اخواننا كما في حديث انس رضي الله عنه، ان الصدقة دي تدفع 70، شوفوا انا قلت الكلام ده، 70 موتة من ميتة السوء. بسبب ايه؟ الصدقة. بسبب الصدقة. احنا اللي محتاجين للصدقة، وده اللي احنا دايما بنقوله في البرنامج، احنا اللي محتاجين للصدقة اكتر من الراجل المحتاج من وجهة نظر ان هو محتاج وياخد الصدقة، لا ده احنا محتاجين اكتر منه ان احنا نطلع صدقة. ربنا يقدرنا جميعا، ونشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر. بنتكلم ان الستر نعمة كبيرة جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وكتير مننا بيبحث عن الستر ان ربنا يستره في الدنيا ويستره في الآخرة. لكن لما نيجي نتكلم عن الرضا، ان احنا نعيش حالة من الرضا بعطاء ربنا سبحانه وتعالى، محدش يشعر بالرضا غير اللي كان عايش في مشكلة ورضي بالمشكلة دي، او رضي بالمستوى ده، وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه. تعالوا نشوف مع بعض الأسرة اللي معانا ونتعرف على الحاج. اسم حضرتك ايه يا حاج؟ عبد الفتاح من إبراهيم. ازيك يا عم عبد الفتاح؟ مش مهم. عامل ايه؟ الحمد لله. هي الولعة دي كده مش خطر يعني؟ هي حلوة وبتدفي وما شاء الله احنا بنشتاق ليها وبتعجبنا، بس هي مش خطر عليكم الولعة دي؟ هي خطر، بس احنا مضطرين بقى، الجو برد غصب عننا، مفيش سقف ولا حاجة. يعني انت بتولع الولعه دي علشان الجو، وان البيت مفيش سقف، مفيش سقف ونتدفى انا واولادي، عشان ندفينا. عايش انت ومين يا عم عبدو هنا؟ ومعايا اسره من ولدين وبنت وزوجه. ولدين وبنت وزوجتك. بتشتغل في ايه حضرتك؟ شغال في فرن، عامل في فرن بلدي. والدخل اللي جاي لك من الفرن ده بيكفيك يا عم عبدو؟ والله ما بكفي، انا مش الحمد لله يعني كل شيء، بس ما بكفيش. انا من الشهر بنجيبه مقدم قبل ما يبتدي. يعني ايه الشهر بنجيبه مقدم؟ يعني القبض بتاع بجيبه قبل الشهر ما يبتدي، عشان الاولاد، الاولاد بياخدوا دروس. انت عندك اولاد قد ايه؟ ولدين، مصطفى 15 سنه وذكرى 13 سنه في مرحله اعداديه، واحمد الصغير اللي انا شفته. احمد، اه احمد في ابتدائي، في ثانيه ابتدائي. ثانيه ابتدائي.
فبتسحب مرتبك من الفرن دوت اللي ليك بتسحبه يعني قبل ميعاده، قبل ما يبدا يعني الشهر اللي بدا النهارده 3 فيها 4 سحبه قبل ما يبدا. بس ما فيش يعني حتى مش مكفي من الفرن انك تسقف اوضه تقعدوا فيها. في هو مرتبي في الفرن 1650 جنيه. 1650 جنيه في الشهر. ايوه 1650 جنيه في الشهر. البيت محتاج سقف، محتاج تجهيزات، محتاج فرش. عم عبده كل دخله الشهري 1650 جنيه، اكل وشرب ومصاريف وعلاج ومدارس وكل حاجه. تعالوا مع مؤسسة فذكر نساعد الحالات دي. كل أرقام التليفونات قدام حضراتكم، سهموا معانا وسارعوا معانا، وتأكد أن دعوة واحدة تقعد لحضرتك والأولادك والأسرتك في مالك وفي أهلك وفي ذريتك بالدنيا وما فيها. شفنا التقرير، ودايما بنقول انه الحالات مش محتاجة ان احنا نقول هم ازاي محتاجين. احنا بنشوف لما بنعمل تقرير كأننا روحنا بنفسنا ودخلنا البيت وقعدنا وشفنا الحالة، وهم بيطلبوا الحاجات الأساسية، واحنا بعينينا بنبقى شايفين ان هم محتاجين حاجات اكتر بكتير، بس على الاقل نوفر لهم الحاجات الأساسية. سبحان الله، يعني انا في التقرير استوقفني ان هو دخله كله 1600 جنيه. يعني 1600 جنيه هيعملوا ايه يا استاذ العالم؟ هو بيشتغل وبيحاول بقدر الامكان ودخله 1600 جنيه. هو بس يعني سبحان الله في الحديث من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه، وكلنا محتاجين ده. احنا كلنا عشان كده يعني انا دايما والفتره القادمه ان شاء الله باذن الله بنحاول بقدر الامكان ان احنا نركز على قضيه الاخره. المركزيه دي مهمه جدا، اللي احنا نحاول بقدر الامكان ننطلق من مركزيه الاخره، الله والدار الآخرة. لأن الإنسان لما بيبدأ يبعد عن الدار الآخرة وعن كرب يوم القيامة فيبدأ إيه؟ الدنيا بتاخده بتشده. فإحنا محتاجين، فسيدنا النبي يروح دايما يذكر فيقول يا أخوانا من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. يعمل إيه؟ يعمل إيه بقى؟ أنا عاوز أنجو يوم القيامة. فبيقول اللي هو يبدأ ينفس عن معسر خلاص او يقضي عنه. يبدا يشوف انسان لو هو اداله فلوس ولا حاجه ينفذ، يقول له خلاص يعني شهرين ثلاثه براحتك لسه معي، او خلاص مع وضعته عنك هذا المال. او الانسان يبدا يتاجر مع الله عز وجل في ان هو يشوف اسره فقيره يستر السقف مثلا، يحاول بقدر الامكان يقول له خلاص انا هقدر اقوم بالمهمه دي انا لوحدي، او 2 3 4 يشتركوا في المساله دي. من باب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، من باب والله في عون العبد ما كان العبد في عون. المعاني دي لازم ترجع مرة تانية، ان احنا في الاخر احنا اللي محتاجين لربنا سبحانه وتعالى، واحنا اللي محتاجين للفقراء. ليه؟ حتى ننجو من هذه الحياة وننجو ايضا فين؟ في الاخر. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. أنا بشتغل بالأجرة والله على الأطفال دي، والله بشتغل بالأجرة وبطلع لحد الآن وقت وليا كبيرة عندي 50 سنة. عندي 50 سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي النهاردة لحضراتكم عشان أعرض لكم حالة من الحالات الطيبة، حالة أهالينا اللي موجودين في القرى والنجوع الكفور اللي محتاجين إن إحنا ننظر إليهم. تعالوا كده نشوف الأسرة اللي معانا ونشوف الحالة اللي معانا ونشوف طلباتهم إيه عشان نتكاتف كلنا في مساعدة الأسرة دي. قوليلي كده الوضع عندك في البيت إيه وإنت محتاجة إيه؟ الوضع عندي إن أنا البيت عريان وما فيش حاجة، وناس غلابة ما فيش أي حاجة، دي بنيناه بالمر والمرار ويعني بالوسط. طيب عايشين ازاي يا حاجة؟ يعني انا شايف البيت مفيش سقف، مفيش مية، مفيش اي حاجة. عايشين ازاي في البيت؟ والله العظيم عايشين وخلاص، هنعمل ايه؟ بتعملوا ايه في المطر؟ بتعملوا ايه في الحر؟ بتعملوا ايه في الجو ده؟ مطر كل حاجة، حاجتنا غيرية كلها. المية نزلت علينا بقت قاعدين، والاطفال دي والله والله كنا قاعدين في المية، ما كنا لاقيين حتة ناشفة، نزلت علينا من فوق
لانني لا عامله سقف ولا عامله اي حاجه. طيب قولي لي يا حاجه انتوا طلباتكم ايه؟ محتاجين انا عايزه بس شات خشب يستروني واستر ولادي الاطفال دي بس، ما فيش غير كده. والميه بقى تعبانه بتاع العذب دي، ميه العذب اللي هي ميه الشرب. ايه الشرب قريبه من نهايتي بس مش قادره. مفيش وبروح نملى من البيوت اللي في البلد، والله عاركوا معاي عشان بملى جرجن. انا بشتغل بالاجره والله على الاطفال دي، والله بشتغل بالاجره وبطلع لحد الان دلوقتي وليا كبيره عندي 50 سنه. زوج حضرتك فين؟ متوفى. يعني انت بتشتغلي أيوة علشان الاطفال عشان الصغار الموجودين دول ولاد ولادي عشان ولادك واحفادك. ايه والله ما فيش يا بايا غير كده، يكفكم شر المرض، يستر عليكم يا رب، يستر طريقكم. دعوه تمنها كبير قوي ان ربنا يسترنا في الدنيا ويسترنا في الاخره. تعالوا نتاجر مع ربنا، تعالوا نساهم مع مؤسسه فذكر، تعالوا نساعد اسره من الاسر اللي محتاجه فعلا مساعدتنا ومساعدتكم عشان ربنا يساعدنا ويسعدكم ويساعد الجميع إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحات. شفنا طبعا الحالة، وزي حالات كتير من اللي بنشوفها ومؤسسة فذكر إن هم محتاجين الستر، الأساسيات السقف ووصلة المي. طب واللي يعمل كده ايه ثوابه؟ حضرتك اللي تقول الثواب. يعني انا بسال حضرتك، حاسه ثوابه يكون ايه؟ الستر. احنا بندعي، انا دايما اقول احنا بندعي بالستر وعايزينه. طيب انا استر غيري عشان ربنا يسترني. شوفي، اولا ربنا، احنا بنقرا في سوره اسمها، واحنا بنتكلم عن الزلازل، في سوره الزلزله، عارفه ربنا لما ختم السوره ختمها بايه يا استاذه دعاء؟ عشان بنتكلم في اهميه الصدقه بس، اللي هو ايه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا إيه؟ أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. اللي هو إيه بقى؟ اللي حاول بقدر الإمكان أن تقدم عملا صالحا. يعني إيه ذرة؟ يعني إذا خلينا نعرف الذرة، يعني ابن عباس بيقول لو انت خدت ايدك كده حطيتها على الارض وبعدين نفضت ايدك خلاص في حاجه في ايدي، قال لك فكل ما علق بيدك وانت لا تراه هذا ذر. فقال لك بقى اللي انت مش شايفه ده اهو، ده خير ربنا هيكتبه لك ان شاء الله. طيب ايه بقى رايكم في اللي يستر اسره كامله بقى؟ ايوه اللي يعمل خير بيلاقي الخير، اللي لا ده بيعمل شر بيلاقي الشر. ايوه ما يعمل مثقال ذره شر، لكن ده ذره. طب واللي هيستر طبعا اسره كامله، طب ايه بقى ثوابه عند الله تبارك وتعالى؟ صح؟ طبعا. فهي دي القضيه، ولذلك ربنا قال ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه، ده من كرم ربنا بقى، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجر عظيم. لكن الاسره دي هنقول لهم حديث النبي بقى الواضح بقى الثاني بقى، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ربنا يسترنا جميعا يا رب. بشكرك في نهايه الحلقه يا شيخ احمد، وبشكر كل مشاهدينا، وربنا يسترنا جميعا. واسيبكم اخر تقرير خير في حلقتنا النهارده، مؤسسه فذكر. ايام شتاء زي اللي احنا فيها دي يمكن الوضع بالنسبه لنا احنا عادي، لكن بالنسبه لام وحيد في بيتها اللي ملوش سقف بيبقى الوضع فعلا كارثي لما بتنزل المطر. ازيك يا ام وحيد؟ بسلامك يا باي. طمنيني عليكي، انت عايشه هنا انت ومين؟ انا والدتي واخويا واخوي وعيالي الاثنين. عندك طفلين؟ ومعاها 2 يتم. وجوزك مش موجود صح؟ طيب قولي لي يعني حياتكم ماشيه ازاي؟ الظروف عامله ايه؟ الاكل والشرب؟ والله بنبيع طماطم مع بعضينا انا وهي بنساعد بعضينا، وادك شايف الحال قدامك اهو. كل ما بتنطر بنروح جنب ريب بتاع الفينو ده ونقعد، لما تخلص نيجي ننزع ونقعد. وطبعا انتوا بقى مع المطر كل حاجه في البيت بتتغرق بقى. والله كل حاجه بتتغرق، كل حاجه. احنا ما بسك بشيل تلفزيوني يبقى عامله زي الجامعه، واجي راح ابيع عند ابو علي. ما لو بنطلب من ربنا انه يعمل لنا السقف ويعدل لنا الحال، بس مش عايز الحياه انا من ربنا الا كده. انت بتقولي والدتك اللي بتشتغل، هي والدتك عندها كام سنه؟ عندها 60 60 سنه.
بتطلع تبيع طماطم هي. ببيع طماطم وخضر جنبها كده. معنا عائلين يتما واثنين هما تنقول لي ادينا مين؟ ادينا ربنا. يعني يا ام وحيد كده اللي انتم محتاجينه ان البيت ده يتسقف، وعايزين كده مثلا لو مصدر رزق تقدروا تسترزقوا منه انت والحاجه والاولاد. اي حاجه نحطها بره ونشتغل عليها. الناس بيشربوا ميه، احنا بنروح نجيب ميه من عند ابو علي من بره ساقعه ونشربها. بنعمل والله بيبقى طبخ في الصيف على قدنا وناكله عشان ما بيتوش نفطر منه ونعمل ببوس. على قد عشان ما فيش طبعا ثلاجه ولا حاجه تشيله فيه. وبنعمل على قدنا في كل حاجه لحد ما ربنا يعدلها. ربنا يكرمك يا ام وحيد. يعني شفنا حال ام وحيد محتاجه تتستر هي ووالدتها واولادها، ولو مصدر رزق بسيط كده يقدروا يسترزقوا منه شوية خضار، حاجة بقالة، يعني أي حاجة بسيطة علشان نقدر إن شاء الله نساعدهم ونقف جنبهم ونسندهم في الظروف اللي هم فيها.